يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 31-23 يكون الجو أيضا حار. في مطروح 30-22 يكون الجو أيضا حار. في بورسعيد 31-23 يكون حار. في الإسماعيلية 36-21 ويكون الجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 22 ويكون الجو حار. في العريش 32-22 يكون الجو أيضا حار. في طابة 33-21 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 37-27 ويكون الجو حار. في الغردقة 37-28 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 41 والصغرى 27 ويتسم الجو في الأقصر بشدة الحرارة. في أسوان 42-28 أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 40-26 شديد الحرارة. في شلاتين 36-25 يكون الجو حار. في حلايب 34-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم المدن العربية والعالمية.